هنا نصنع الجمال والإبداع بأياد مصرية لكل دول العالم. هنا اشتهرت حرفة تطعيم الخشب بالصدف منذ أكثر من 40 عاما. هنا ساقيت منقدي بأشمون قلعة صناعة الصدف في مصر. قرية سائل منقدي بيعتمد 90% من الاقتصاد بتاعها بيعتمد على صناعة الصدف هنا في البلد. كموظف بعد الشغل بيجي الصدف، طلبة مدارس بعد المدارس وبتقوطل الصيف بيجوا يشتغلوا في الصدف. احنا بنستورد خامات سواء كان من استراليا سواء كان من اليابان، ممكن من سلطنة عمان. دي بالنسبة لشغل الصدف الطبيعي. بالنسبة للصدف الصناعي بنجيبه بلستر من تايوان وبنصنعه عندنا هنا مواد خام ونشتغل بيها ندخلها في شغل الصدف. مراحل التصنيع بتبدأ من أول حاجة النجارة، تاني حاجة التطعيم بالصدف، تالت حاجة التلميع، وإذا كان الشغل مثلا فيه إضافات مثلا تنجيد إزاز أي حاجة بتبقى آخر حاجة بعد التشطيب. داخل ورش القرية المقاربة على 80 ورشة تتنوع المنتجات الصدفية وتختلف أشكالها، وإن كانت جميعها تتفق على تجسيدها لروعة الفن الإسلامي. بالنسبة للمنتجات نحن بنعمل علب، بنعمل كراسي، بنعمل انترهات، بنعمل براويز، بنعمل صواني شاي، بنعمل كوبايات شاي، بنعمل عصي، بنعمل ركن عربي، بنعمل جدران، بنعمل اي شيء تتخيله بينعمل بالخشب احنا نقدر نصنعه بالصدف. بالنسبه للتسويق احنا جزء منه بيعتمد على السياحه في مصر، خان الخليلي، الاقصر، شرم الشيخ، اسوان، الغردقه، الكلام ده كله. بالنسبه للحاجات الكبيره بتعتمد على الخليج، وبتعتمد كمان على يعني أوروبا، أمريكا كده يعني. احنا نوصل للسادة المشاهدين ان احنا جماعة عايزين ننمي الحرف اليدوية في بلدنا، ويتمنى من السادة المشاهدين ان هم يساعدونا ان احنا نسوق منتجاتنا، أن نهتم شوية بالمنتج المصري، المنتج الحرفي أفضل من المنتج الصيني. عندنا الشغل كتير بنتعب فيه، عايزين الناس تاخد خلفية كويسة عنه، وإن شاء الله بإذن الله نحصل صندوقه بإذن الله. على مدار أكثر من 4 عقود كانت مهنة صناعة الصدف هي الملهمة لسكان قرية ساقية منقدي، لتكتذب الآن قرابة 90% من شباب القرية الذين انغمسوا في هذه المهنة لمواجهة ظاهرة البطالة.